أكلوا لفات الأمان، خلصوا وأطلبوا بعد. أخوي أتفضل. تسلم. وانتو هم هسه تجي لفاتكم، لا تستعجلون. زينة استعجلي شوية، استعجلي. ايه حميد. يلا يلا يبو. حميد برادة، ممكن تجيب لنا اني وعلي كمال فد لفة قص ويكثرنا من الفلفل؟ ايه هواية فلفل. ضلعي الله دزكم علي. ها هواية عالم هنا، مدى لحق انتو ساعدوني واني بعدين انطيكم لفتين بلاش. ها شو تقولون؟ موافق. علي كمال انت الزم هاي، اخذ لذاك الميز. تمام يلا. بالعافية يعني. الزم اشو وائل. انت هم اخذ هذولة وانطيهم ذاك الرجال الواقف يم بنية. تؤمر ماي برادر. وسطت الطلبية. تفضل عيني، شو تريدون؟ اريد ثلاث لفات. تمام ثلاث لفات. الله يبارك فيك. تشاو. اي والله لفاتكم راح تكمل بعد شوي. لكن لفة ولا كسكس هسه علي كمان، اشوف شلون شغلك هنا. لو باليوم ابيع لي 100 لفة بالشهر يطلع لي 4.5 ملايين، لان اللفة ب 1500 باليوم 100 لفة لك يصير قومة فلوس. بالهنا والشفة. ما شاء الله ما شاء الله، خوش فلوس يطلع اخويا حميد. الله ينطي اكثر من هيك هم. خوش فلوس هاي، لو يبقى هيك راح يشتري المكتب. زينة ماكو كلينس بالميز رقم 2. اخذ حميد. ايه اخذت. لك علي كمال، احنا ليش بنشتغل هاي الشغلة؟ هناك اكو مكان فارغ، نجيب لنا باص ونخليه هناك. دقيقة وائل، انت شو تقول ها؟ انت منتبه لحكيك؟ شنو تريد نفتح محل يم محل اخويا حميد؟ عيب ترى. ناين علي كمال ناين. إذا تسمح أريد أثبت لك شيء علي كمال. بالتجارة هسه اكو ديمقراطية، يعني ماكو عيب وهاي السوالف. يعني احنا هم نريد نشتغل حالنا من حاله، هاي المسألة وما بيها. يعني تقول كل واحد يشوف رزقه، واحنا هم نشوف رزقنا، حقنا يعني. ايه بس من وين نجيب فلوس؟ لا تخاف علي كمان، لك الفلوس شغلي، ثق بوائل انت والباقي ما عليك. عوفه. ولكم هاي ولكم ليش تلغون؟ تعالوا هنا. الله يا الله بس تلغون. لك 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 تعالوا هنا. زين انطيني اللفات انطيني. اخذ حميد. اي حبايبي انتوا ابوس عيونكم. تفضل اخويا هلا بي. اي وكان يوصل شاي وليد بالالف عافيه. ضلعي انت تسلم. والله لاخويا عارف. تسلم عينك. تفضل سنان عيني. اي والله وليد عاشت ايدك. تفضل عمو نوري وهاي احلى قهوه لك بالالف عافيه. تسلم رحم الله والديك. اقول وليد علي كمال وين ابني؟ صار كوما، وين هذا الولد؟ والله عمو نوري ما اعرف، شو هالفتره يفتر هوايه ويا نسيب سنان بس. ويا وائل؟ علي كفال يفتر ويا وائل؟ اويلي راح الولد خطيه. تدري عمو اللي يمشي ويا وائل شنو نهايته؟ والله ان شاء الله هذا وائل ما ينصب على علي كمال. لا تقولون هيك عيني، ترى هذا وائل خوش ولد. البارحه بالليل جو يمي على المحل ساعدوني، قلت لهم انطيكم فلوس والله ما رادوا، ما قبلوا ياخذون من عندي فلوس. بس حميد انت قبل اسبوع ما كان هذا رايك، قلت هذا مو ثقه وما اعرف شنو. دير بالك على نفسك، لا يبق محفظتك ترى وينصب عليك. لا حبيبي لا.